الغربة غنيت محتاجة طير ويا الهوى وصل على بلادي. وانت هسه ببلادك هم غني محتاجة طير ويا الهوى وصل على بلادي. لهذه الدرجة انت تحب بلادك؟ طب لا، العراق، العراق حب عظيم يعني، يعني مو مجاملة. العراق يعني اصلا ما يحتاج نحكي به، احنا كل العراقيين يحبون العراق. العراق بلد عظيم وبلد جميل، بس المشكلة انه صارت عليه ظروف صعبة، وهاي الظروف أثرت على البلد، بس الشعب تأذى، الشعب يعني تحمل ويلات من الحكومات السابقة والسياسة الغلط. الآن العراق لازم شوي يرتاح، يعني خلينا نقول نطيع 20% من ما فقد الأمان والاستقرار. نعم. طبعا